أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده إن شاء الله أتحدث عن نص تبارك الله أحسن الخالقين. طيب، يعني إيه كلمة تبارك؟ ها؟ تنزه وتقدس، ولا أحد يشبهه، ولا نظير ولا مثيل له. تمام. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يعني لا احد يشبه الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي انعم علينا بنعم كثيره، هو الذي خلق البحار والجبال والانهار والنجوم والشمس والقمر والارض. ولذلك ينبغي على الانسان ان يشكر الله تعالى على كل هذه النعم كما سنرى في هذا النص. نعم. نص حفظ. هنقرا مع بعض النص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت. ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب والزيتون، والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، في ظلمات البر والبحر،
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. اقرأ. ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل ساكنا وجعل الشمس وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أحسن. ها نكمل ولا أحمد تفضل. تمام. ها مين تاني؟ هلا محمد اتفضل. قوم يفقهون. ماشي. وهو الذي أنزل من السماء ماء هو الذي أنشأكم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أحسن. ها من يكمل؟ هلا طلال. أحسن. ها من يقرأ؟ طيب هنتكلم النهارده عن هنا تقرأ؟ يلا هنا اتفضلي. أحسنتي. ها من يكمل؟ ها
يلا يا سيف، فكرة ما قريتش مش عارف تحفظها. تقرا بتطمن على حفظك، اللي بيقرا بيطمن هيحفظ صح. طب لما يروح لبابا وماما يقرا لي دلوقتي، هو ممكن يكونوا يعرفوا يقرا القران كويس زي مدرس اللغه العربيه، فلازم تكون بتقرا كويس في الفصل عشان تقدر تحفظه. اتفضل. النص ده مهم، ده 90% من النصوص المرشحه بقوه في الامتحان اخر السنه، ده او الخلق، بس ده 90%. اتفضل يا سيف. شكرا لك. هنكتب عند اول ايات من ان الله فلق الحب والنوى قدره الله ونعمه على عباده. الفكره الاولى رقم واحد قدره الله من الايه 95 لغايه الايه يفقهون، لغايه كلمه يفقهون 98. الفكره الاولى قدره الله ونعمه على عباده. الآية الأخيرة نزول ماء المطر وفضله، نزول ماء المطر وفضله. طبعا الله سبحانه وتعالى كما تحدثنا هو الذي خلق الكون، هو الذي خلق السماوات والجبال والأرض والنجوم والشمس والقمر، كل ما في هذا الكون خلقه الله سبحانه وتعالى. طيب، إن الله فالق الحب والنوى، يعني إيه كلمة فالق؟ شاق، يعني يشق الحب والنوى فيخرج منه الإيه؟ إيه الفرق بين الحب والنوى؟ الحب ما ليس له نوى، ما فيش جواه نوى زي الشعير. النوايا، النوى البذرة. لكن النوى اللي بيكون الثمرة اللي جواها بذرة زي البلح زي الخوخ وزي البرقوق بيبقى جواه بذر، نواة يعني، نواة. طيب، إن الله فالق الحب والنوى، يبقى أول قدرة من قدرات الله عز وجل أنه يشق الحب والنوى فيخرج منه الإيه؟ الثمار. قدرة الله عز وجل ممكن تحط أو تضع البذرة في الأرض وما تنبتش، ممكن أو مش ممكن؟ بالرغم من توافر عوامل الإنبات شمس وهواء وأكسجين، ولكن قدرة الله عز وجل هي التي تجعل إيه؟ الحبة تنشق وتنفلق وتخرج منها الإيه؟ الثمرة. زي ما كنا بنعمل زمان كده، كنا بنجيب الصيص أو كده زي نحط فيه طين، نحط فيه بصل أو نحط فيه فول، تسيبه البلكونة كده يومين ثلاثة، أو مثلا تجيب قطن جوه برطمان وتسيبه البلكونه كام يوم، هتلاقي حبه الفول اتفتحت وطلعت منها ثمر، او البصل يطلع منها بصل ايه؟ بصل اخضر، مش كده؟ طيب، ان الله فالق الحب والنوى وشق الحب والنواه يخرج منها الايه؟ الثمار. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت زي ايه في الكون؟ الارض ميته، مجرد ما تنزل عليه ماء المطر بتحيا وتنبت وتخرج الثمار المختلفه الاشكال واللون والايه والطعم. يبقى يخرج الحي اللي هو الزرع من الميت اللي هو الارض، او قد تموت الام اثناء الولاده ويعيش الجنين. يعيش مين؟ الجنين. يخرج الحي الجنين اهو من الميت اللي هو الام. طيب، ومخرج الميت من الحي، مخرج الميت من الحي زي ايه؟ العكس، لما زميلكم بيقول ممكن الجنين يولد ميتا مثلا قدر الله، او ايه كمان غير كده؟ لا، ايه في الكون تاني؟ البيضه بتاعه الدجاجه بيضه ممكن بعد فتره تنشق ويخرج منها كتكوت، صح؟ البيضه دي ميت، صح؟ وكتكوت حي، يخرج الحي من الميت. ذلكم الله فأنى تؤفكون. يعني تؤفكون تنصرفون عن عبادة الله. بالرغم من هذه القدرة العظيمة لله عز وجل، إلا أن هناك بعض الناس
يتخذون اصناما يعبدونها من دون الله. يعمل صنم كده هو اللي يعبده زي الجاهليه، شاف افلام العصر الجاهلي، لا هو اللي بيعمل صنم بايديه بيعبده. تمام. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا شركاء يحبونهم كحب الله، بيحب الصنم ده مثل حبه لله. والذين امنوا اشد حبا لايه؟ لله. المؤمن بقى اكتر واحد يحبه هو الله سبحانه وتعالى لازم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. يعني طالما الله سبحانه وتعالى ورسوله امر علينا ان ننفذ هذه الايه؟ هذه الاوامر. فان تفكون يعني تنصرفون عن عباده الله. يبقى الايه دي فيها ثلاث قدرات. مين يقولهم؟ القدره الاولى ان الله تعالى يشق الحب وانه يخرج منها الثمار. القدره الثانيه انه يخرج الحي من الميت. القدره الثالثه يخرج الميت من الحي. جميل جدا. فالق الاصباح يعني ايه فالق؟ فالق يعني شاق. الاصباح اللي هو الصباح، نور الصباح. الناس اللي تصلي الفجر او مثلا بتصلي بعد الفجر كده تشوف الشمس بدري، بتشوف بقى الظلام بيشتد قوي الفجر، وبعدين بعد ساعة من الفجر تظهر ايه؟ تباشير الصباح، تلاقي النور بقى طلع كده، بدأ الايه؟ الصباح يشق ظلام الليل. مين اللي بيعمل كده؟ الله سبحانه وتعالى. فارق الأصباح وجعل الليل سكنا. وين سكنا؟ ربنا خلق الليل للراحة والهدوء، ده طبيعة الليل، ربنا خلق الناس تستريح فيه. في الناس بعض الناس بيشتغلوا في الليل لكن مش طبيعة الحياة. كده يقول لك لو انت يعني نمت ساعة في الليل أبرك أو أحسن من 10 ساعات في النهار. عارفين ليه؟ عشان الليل ربنا سبحانه وتعالى خلقه للراحة. لكن النهار وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار إيه؟ معاش. وقال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. يعني سرمدا دائما. لو إن الدنيا نهار على طول ماذا يحدث لو الدنيا نهار على طول؟ لن يستطيع الإنسان أن يستريح. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. في كمان بعدها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. لو الليل على طول قل ما يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. خذ بالك، يبقى قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يشق الصباح من ظلمة الليل. وكمان وقد جعل الله تعالى الليل للراحة والهدوء والسكينة. والشمس والقمر حسبانا. يعني ايه الشمس والقمر حسبانا؟ يوم ضرب عليه حساب دقيق. يعني ايه حساب دقيق؟ يعني كل من الشمس والقمر له مدار. له ايه؟ مدار يعني مكان بيدور فيه. ما ينفعش الشمس تيجي مكان القمر، وما ينفعش القمر يجي مكان ايه؟ الشمس. كل ده بيصير بايه؟ بنظام. مين اللي حدد النظام ده؟ الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تاخذه سنه. ربنا سبحانه وتعالى من صفاته انه لا ينام. احنا بننام، نتعب بننام، لكن من صفات الله عز وجل انه لا يغفل لحظه، مش ينام، يغفل. عارف يعني غفله؟ يعني عدم انتباه. لا، الكون بيسير بقدره ونظام. يوم القيامه بقى تختلف نواميس الكون. يعني نواميس؟ نواميس يعني قوانين. تلاقي بقى الشمس، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت. دي علامات يوم القيامه. معايا؟ الشمس كورت. طيب فسركم بقى حسن الدين مستر بليف اسرار. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. يبقى خدنا هنا ثلاث قدرات في الايه ديت، ان الله تعالى يشق نور الصباح من ظلمه الليل، وان الله تعالى جعل الليل للراحه والايه؟ النوم والهدوء، وان الله تعالى خلق الشمس والقمر بحساب وتقدير معين. تمام. حتى ان العرب قديما كانوا يستدلون على الوقت بالقمر. ازاي بالقمر؟ يعني لو القمر في بدايه الشهر يبقى هلال، لو في نص الشهر يبقى بدر. بدر يعني مدور، بدر. طيب، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم. ربنا خلق النجوم، حد عارف ليه؟ ترشد الناس البحار والايه؟
والأرض، وكمان تحرق الشياطين، لأن الشياطين كانوا يسترقون السمع، كان كل من الجن كده يطلع يحاول يصطنت أو يتصنت على السماء، فربنا كان بيسلط على كل واحد من الجن أو الشياطين نجم، النجم يحرقه، فإذا حرق الشيطان أصبح إيه؟ أصبح النجم شهاب، شهاب يعني شيطان محروق، ينزل كده من السماء نجم. طيب إيه كمان؟ أن لمسنا السماء الدنيا فوجدناها ملئت حرسا شديدة وشهبا. وإيه كمان تاني؟ يبقى النجوم تحرق الشياطين، وزينة من السماء في بعض الأيام كده تبقى أيام قمرية، تمشي تلاقي النور أكن مصابيح، أكن في مصابيح كده زي ما يكون في رمضان مثلا الناس بتحط مصابيح في الشوارع، صح؟ هنا برضو النجوم دي تعتبر مصابيح للسماء. وإيه كمان؟ أهم بقى سبب، أنها تهدي الناس في ظلمات الأرض والبحر. إزاي الأرض؟ زمان في نجم اسمه النجم القطبي، النجم القطبي ده كان على طول اتجاه الشمال، لما كان واحد يمشي في الصحراء كان يمشي اتجاه الايه؟ النجم القطبي، ده هداية في الطريق. وهداية في البحر ممكن عن طريق النجم برضه، تحديد النجوم السماء تكون منيرة، فيستطيع أو تستطيع السفن أن تسير فين؟ في البحار. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، يعني فصلنا؟ وضحنا. ويعني إيه آيات؟ معجزات أو دلائل. مفرد آيات؟ آية. تمام. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ايه؟ النار. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حاجة في الكون كده عبس، لا ده خلق كل حاجة لإيه؟ خلق الله تعالى كل شيء بمقدار ايه؟ معين. ان كل شيء خلقناه بقدر، يعني قدر مقدار معين. طيب قدرة اخرى، وهو الذي انشأكم من نفس واحدة، يعني انشأكم خلقكم نفس واحدة، هو مين؟ ادم عليه السلام. ربنا خلقنا كلنا من ادم. طبعا خلق الله اولا بداية ادم، حتى ان الجن يعني قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وربنا سبحانه وتعالى بعد ما خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد لآدم تقديرا له، فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس كان من الجن. وربنا بيسأله في آية ثانية لماذا لم تسجد لآدم، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. هو بيفتكر إن النار هو مخلوق من النار، ده مخلوق من إيه؟ وطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يمهله إلى يوم القيامة، يعني ما موتوش لغاية يوم الإيه؟ عشان بقى يعمل إيه الشيطان؟ عشان يوسوس ويجعل المطيع عاصيا ويجعل المؤمن كافرا، هي دي مهمته. تمام؟ طيب بعد فترة إنما شعر آدم قال من ضلعه الأيمن حواء، قدرة ومعجزة، ربنا خلق حواء أنثى كاملة، مش لسه طفلة صغيرة، لا أنثى كاملة منين؟ من الضلع الأيمن لمين؟ لآدم. من آدم وحواء كان البشر كلهم. أيوه سلام. قابيل وهابيل وبعد قابيل وهابيل وهكذا وهكذا. قابيل وهابيل. تمام؟ طيب. قبل الشرائع، قبل الشرائع قال إن حواء ولدت 20 بطنا، كان كل بطن يخرج منها اثنين، يعني من توأم. لو ولد وبنت بنفس الولادة يعني ما يتجوزوش من بعض، فكرة كان عندهم كده في الشريعة اللي كده، لكن كان سبب تمام من أسباب حق قابيل على هابيل إن هو تزوج فتاة أحسن أو أجمل مين؟ من زوجته، فحقد عليه وصمم أن يقتله، قال لا أقتلنا، قال لئن بسطت إلي يدك إيه؟ لا أقتلك، ما لدي يعني، روعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. بعد ما قتل قابيل هابيل كان دي أول جريمة في الكون، عشان كده قابيل بيشيل أو يتحمل
وزر القتل. اي واحد بيقتل في الكون مين اللي بيشيل الذنب بتاعه؟ طبيب، لانه اول من سن سنه القتل، اول ما علم الناس ازاي. طيب ما علينا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى خليكم معايا، خلق ادم عليه السلام وخلق حواء، ومن ادم وحواء كانت الذريه او كانت البشريه. فمستقر مستودع، يعني مستقر، مستقر اي نستقر فتره على الدنيا او في الدنيا، نقعد فتره في الحياه، نعيش 20 نعيش 30 نعيش 50 نعيش 70 فتره، ولكن ليست هذه الحياه الايه الباقيه، في حياه اخرى. فمستقر يعني نعيش فتره على الدنيا او في الحياه. مستودع بعد ان نموت نوضع في القبر، لماذا؟ للحساب والجزاء يوم القيامه، تفضل لغايه يوم الايه؟ لغايه يوم القيامه، يوم البعث والنشور. نعم. بالذات ام سيدنا موسى، بني اسرائيل كان ممكن يعيش 900 سنه. يعني سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه 950 عاما، يبقى هو عاش قد ايه؟ واخد بالك؟ لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين الستين والسبعين، النبي عليه الصلاة والسلام كده، إلا من رحم، يعني تلاقي واحد أو اثنين كده عدوا 80، 1% معايا؟ لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعمارها قليلة، عشان كده أي عمل بنعمله في الدين يعني عندنا بتاخد ثواب، من قرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ سلسل القرآن، من قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها فقد قرأ نصف القرآن، تخيل؟ من قرأ الفاتحة فقد قرأ ربع القرآن، أعمال كثيرة. معايا؟ فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، يعني يفقهون؟ يفهمون، من يرد الله به خيرا يفقهه فين؟ في الدين. طيب. وهو الذي أنزل من السماء ماء، ماء الإيه؟ ماء المطر، قدرة الله عز وجل، طبعا الماء بينزل إزاي أنتوا عارفين؟ الشمس بترسل الأشعة بتاعتها على البحار والمحيطات، تبخر وكون السحب، ثم تأتي الرياح وتصطدم بالسحب، في فرق درجات حرارة بين السحب فيتساقط إيه؟ المطر. فأخرجنا به نبات كل شيء، تلاقي بقى قدرة الله عز وجل أنه يخرج النبات، مع ان الماء واحد، ماء المطر والارض واحده، الا انك تجد الوانا مختلفه في الشكل والايه والطعم. فاخرجنا منه خاضرا، نبات اخضر يعني، نخرج منه حبا متراكبه، يعني ايه متراكبه؟ بعضه فوق بعض، بعضه فوق ايه؟ اللي هو ايه؟ حب متراكب زي سنابل القمح، القمح الحبوب بتاعته بقى ايه؟ فوق بعض، والبسله صح. ومن النخل من طلعها قنوان، برضو من قدرة الله عز وجل أنه يخرج أشجار النخيل التي تحمل عناقيد التمر أو البلح، من طلعها قنوان، يعني قنوان؟ قنوان يعني عنقود أو عرجون، اللي هو العناقيد بتاعت التمر، تلاقي فيها الإيه؟ التمر متراص في ايه؟ في هذه العناقيد، يعني مرصوص. عنوان دانية يعني ايه؟ قريبة. طيب. وجنات من اعناب والزيتون والرمان، ربنا بيخرج بقى ايه؟ جنات، نباتات مختلفة من الاعناب والزيتون والرمان، مشتبها وغير متشابه، يعني مشتبها متساوي في المنظر، مشتبها زي بعض، متساوي في المنظر، وغير متشابه يعني ايه؟ مختلف في الطعم. مختلف فين؟ يعني تلاقي كل ثمره ليها لون وليها طعم مختلف، يعني الجوافه غير العنب غير البلح غير المانجا غير الفراوله، تمام؟ انظروا الى ثمره، ربنا بيامرنا في نهايه الايات ان نتامل في قدره ايه؟ الله عز وجل. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، يعني ينعي؟ رز عندما ينضج هذه النباتات. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، يعني إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
يعني ده كلما تامل الانسان في الكون كلما ازداد ايمانه كل شيء الله عز وجل. طيب نيجي بقى عند مواطن الجمال وركزوا معايا لو سمحت. انت اللي هتقولها ان الله فالق الحب والنوى. اسلوب مؤكد بايه؟ جميل جدا. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طب هنا في كلمات عكس بعض، مين يقولها؟ الحي والميت تضاد يبرز المعنى. طيب يخرج فعل ايه يا ياسين؟ ها مضارع يدل على ايه؟ تجدد والاستمرار واستحضار الصوره. طب ومخرج ده هتاخدها ان شاء الله في ثالثه اعدادي، اسمها اسم فاعل. اسم ايه؟ اسم فاعل بيدل على الدوام والثبات، ان ده بيحصل ايه؟ بيحصل على طول. ذلكم الله، استخدام اسم الاشاره ذلك للبعيد يدل على ايه؟ عظمه قدره الله. فان تؤفكون، ان ده اسلوب ايه؟ استفهام. اسلوب استفهام غرضه التعجب والاستنكار. تعجب والاستنكار منين؟ من ان بعض الناس يعبدون اصناما من دون ايه؟ من دون الله. فالق الاصباح، ايه الجمال فيها؟ تمام، تصوير نور الصباح بشيء مادي ينير. تمام، فالق الاصباح مره. وجعل الليل سكنا، جعل الليل طيب فالق الاصباح وجعل الليل سكنا. في خلق ايه؟ الله يفتح عليك. تعبير جميل على قدرة الله تعالى وحكمته في خلق الليل، أنه خلقه للإيه؟ للراحة والهدوء. والشمس والقمر حسبان، دقة قدرة الله أن هذا الكون يسير بنظام إيه؟ معين. ذلك تقدير العزيز العليم. طبعا استخدام اسم إشارة ذلك البعيد يدل على قدرة وتعظيم الله عز وجل. وهو الذي، خد بالك الحتة دي، لما تلاقي المبتدأ معرفة والخبر معرفة يبقى اسلوب مؤكد. اسلوب ايه؟ مؤكد، يدل على التخصيص. يبقى الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الايه؟ هذا الكون كله. وهو الذي انشاكم من نفس واحده، تعبير يدل على قدره الله في خلق مين؟ البشر. نرجع للايه اللي فاتت. وهو الذي جعل لكم النجوم اللي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. طيب ما علاقتك بتهتدوا بها لما قبلها؟ تعريف، تعريف وتفسير لما قبل. ظلمات البر والبحر بينهما قضاء يبرز المعنى ويوضحه. قد فصلنا الايات لقوم يعلمون. وهو الذي انشاكم من نفس واحده، قدر الله سبحانه وتعالى في خلق البشر. فمستقر نعيش ومستودع حصار في القوم بينهما تضاد يبرز المعنى ويوضح. قد فصلنا الايات لقوم يفقهون. خد بالك وفكر كده شويه، هو في هنا قال يفقهون في اخر النص قال يؤمنون. فكر ليه السبب؟ وكل ختام ايه لازم يكون له علاقه بايه؟ بالايه. فوق قال يفقهون وتحت قال يؤمنون. فكر في هذا. وهو الذي انزل من السماء ماء، تعبير يدل على قدرة الله عز وجل في إنزال ماء الإيه؟ المطر. فأخرجنا به نبات، كلمة نبات جت لك تعظيم ولا تحقير؟ للتعظيم. نبات كل شيء، فأخرجنا منه خاضرة نكرة للإيه؟ للعموم والشموم. التعظيم برضه، ماشي. نخرج منه حبة متراكمة، ومن النخل من طبيعها قنوان دانية. وجنات من اعناب والزيتون والرمان. هنا في حرف عطف يدل على ايه؟ تنوع قدره الله. تنوع ايه؟ نجد ايضا كلمه جنات جت جمع، جمع يدل على ايه؟ كسر
السمكات التي تزرع بفضل المطر، مشتبها وغير متشابه بينهما تضادم بالمعنى. انظروا برهان اسلوب ايه؟ امر غرض النص والحث على التامل في ظل مين؟ الله عز وجل. ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون. اسلوب اخر ايه؟ طيب هكذا نكون قد انتهينا من النص، بس عايزين نشوف دروس فيه. استفدنا ايه من هذا النص؟ قدرة الله العظيمة في الكون. ايه كمان؟ خلق الله تعالى النهار للكد والعمل والليل للراحة والهدوء. ايه تاني؟ عبادة الله وحده لا شريك. ايه؟ جميل جدا.